وباوك في وباوك في اقل من 24 ساعه. ازاي دي يا كابتن؟ برضو ما هو احكي لنا القصه دي، لطيفه حلوه. هقول لك كان انت مش عايز تفوت بلدك طبعا. طبعا اول ماتش ودي كان كان اخر ماتش كولومبيا. ودي كولومبيا ايوه قبل السفر كان اخر ماتش ودي قبل السفر على طول كولومبيا. فكابتن جوهري بعت لي الله يرحمه، كان في شهر 5 26 مايو تقريبا 90 تقريبا 5 كان في شهر 5 تقريبا صح، لانه كنا بنفنش الدوري هناك، وكان كنا احنا الاول في الدوري في الدور الاولاني والدور الثاني، واحنا شويه فبناخد الثالث، داخلين في الثاني الثالث يا رب. فكان ماتش بالنسبه لنا يعني ايه مش خلاص دخلنا الثالث، فالماتش هناك مش مهم، انما الماتش هنا بالنسبه لنا طبعا عشان قبل كاس عالم. كاس عالم فالخواجه عندي المدرب بتاعي كان هولندي، قال لي مش هتروح. قلت له مش هروح ليه؟ قال لي بقى سايبينك طول السنه وجايين ياخدوك دلوقتي. قلت له انت بتعاقبني ولا بتعاقبهم؟ انت بتعاقبني انا. فانا لازم اروح. فقعدت اتحايل عليه. كان ليك راي يا كابتن، اللاعب يبقى له راي اعتقد. اوكي. فانا فقال لي لا مش هتروح. قلت له لا ما تستعبطش يعني. ما ينفعش ما اروحش. قعدت يومين اتحايل عليه واتكلم معاه، وبعدين في الاخر قال لي طب احنا عندنا ماتش يوم الاحد هنعمل ايه؟ انا فاكر انه كان الماتشنا يوم سبت هنا كولومبيا، ماتش منتخب مصر مع منتخب كولومبيا يوم 26 مايو السبت، كان يوم السبت ولحد 27 ده باوك وباناثينايكوس. وباناثينايكوس في اتينا، حظي بقى انه جه في اتينا، لانه لو في اليونان في السالونيكي ما كنتش هلعب. السالونيكي اللي هي مدينه باوك اللي فيها باوك العاصمه الثانيه بتاعت اليونان. فالحظ بتاع اني في اتينا، والطيران كايرو اثينز كل يوم كل يوم مصر الطيران وساعه ساعه ونص اولمبيك يعني. ساعه وثلث تبقى في اتينا. فنزلت يوم ليله الماتش ما اتمرنتش يعني، نزلت ليله الماتش. كابتن جواريا كان حابب يعمل مفاجاه، كان حابب يعمل مفاجاه عشان ما تبقاش الدنيا. ما قال لي ما تقولش لاي حد ولا في انت اي حاجة خالص، حتى التيم كله اتفاجئ بيا على العشاء. كانت الماتش تاني يوم، بس انا يعني الماتش السبت انا وصلت الجمعه، الجمعه بالليل تعشيت نمت صحيت لعبت، وصلت الجمعه سافرت لعبت. صحيت تاني يوم الصبح قال لي تلعب، هتلعب قعد معايا بالليل وقال لي هتلعب الشوط الاولاني ولا التاني، انت هتلعب شوط وطاهر يلعب شوط، انت تاخد الاولاني ولا التاني. قلت له اللي انت عايزه اعمله، انا مش فارق معايا فلعبت الشوط التاني، وبعد ما الماتش خلص سافرت تاني يوم الصبح. السفر بيبقى الفجر يعني، سافرت الفجر وصلت الصبح سابوني نايم، ورحت على الاوتيل طبعا على طول، لان هما كانوا اوريدي في الاوتيل من يوم السبت. فرحت رايح على الاوتيل على طول وسابوني نايم، ما صحونيش، وحتى في الغدا ما صحونيش. وبعد كده قمت قبل ميعاد الماتشين بتاعنا بحوالي نص ساعه كده ساعه، ورحت رايح على الماتش ولعبنا، وعملت ماتش من احسن ماتشاتي كمان. لا والله. والله ثلاث اربع فرص بيقولوا لي. كان ماتش كنت عامل ماتش كويس بس كبير، بس ثقه المدرب توصل بيك. كنت فرحان قوي بقى، مبسوط يعني، جاي المود هنا وهنا. المود بتاعي حلو، جاي المود، لان حتى التايم اللي عملته في كولومبيا عملته ماتش حلو. كنت كويس يعني، كنت موفق جدا الحمد لله. وكان عندك كام سنه الوقت ده يا كابتن؟ كان عندي 26 سنه. يعني لسه في العز بقى، لسه في العز، في عز الموضوع. لكن في النهايه برضو اعتقد ان ده برضو درس مستفاد، لانه احنا دايما يعني احنا لما شفنا، انا لما شفت الانترفيو بتاع محمد صلاح مع عمرو اديب، هو كان بيتكلم في نقطه مهمه جدا. ما هو انت لازم تتعلم وتسمع الكلام، ان هو دايما محمد كان بيقول لك احنا هنا في مصر كان عندنا ثقافه ان احنا ما بنتكلمش مع المدرب، اللي المدرب بيقوله هو الصح وخلاص. لما رحت اوروبا، ولما رحت انا دلوقتي بتكلم كتير مع يورجن كلوب، مع كلوب في كل حاجه، انا مش عايز العب، انا تعبان، انا هعمل كذا، هو في الاخر قراره، بس انا بتكلم معاه. فمن الواضح ان ده كان موجود من ايام ما حضرتك يعني، عشان المدرب يسيبك ان انت تسافر تلعب. لا طبعا وترجع طبعا. لا تلعب وترجع قبل الماتش. العلاقه بين المدير الفني واللعيبه بتاعته مش عايز اقول لك انها كلها شبه بعض، عشان برضو تبقى في العلاقه مع الناس كلها، بيتكلم مع الناس كلها والناس كلها تتكلم معاه، بس في بعض الناس محددين بيبقى ايه ليهم، ده طبيعي. بيبقى ليهم شويه كده يعني. في مره مثلا من المرات
بنلعب احنا الكاس هناك، فكاس الملعب اللي بنلعبه الماتش مع فرقه، انت عارف الكاس هناك او في العالم كله بتلعب ممكن الدرجه الاولى تلعب مع فرقه من الدرجه الرابعه. فحصلت ان الدرجه الرابعه دي كسبت فرقه من الدرجه الثانيه، فبقت هي اللي هتلعب معانا. فالملعب بتاعها مقفول. في الوقت ده كان ملعب زي الرمل. اوكي. عمره. فانا قلت الكلام ده في 89 اول سنه. 89 90 بعد كاس العالم يا رب 90. فقلت له انا مش هلعب على الملعب ده. قلت له انا عامل غضروف في ركبتي ومش هقدر العب على الملعب ده خالص. فرئيس النادي قال لي لا انت هتلعب، ما ينفعش ما تلعبش، انت لازم تروح تلعب. قلت له مش قرارك. المدير الفني. ده قراري مع المدير الفني وانا مش هلعب. فالمدير الفني قال له خلاص عنده حق. عنده مش هيلعب. مش عايز يلعب مش هيلعب. فقال له لا ما لازم يروح يلعب هو مارادونا. فراح المدير الفني قال له هو مارادونا بتاعنا. على طول كده فقال له هو مارادونا بتاعنا. وبعد كده خدني وقعدنا مع بعض وقال لي مش عايزين نعمل مشكله كبيره، العب شويه وهو الماتش هيبقى سهل وبالنسبه لنا. وطلع الماتش ملعون ولا سهل ولا حاجه، صعب قوي، وخلص بضربات الجزاء. وكانت لما مش عارفين نلعب، طبعا مش عارفين نلعب بمعنى الكلمه يعني. لا ولكن انا اقصد ان الثقافه دي موجوده في اوروبا من زمان. طبعا من 89 زي ما حضرتك بتقول. موجودة طبعا. محمد صلاح لما اتكلم عن النقطه دي اتكلم عن النقطه دي تحديدا وقال لك احنا هنا في مصر المدرب بيقوله، مش معنى كده ان احنا نقعد نتكلم مع المدرب، لكن انا اقصد ان احنا ثقافتنا هنا في مصر مختلفه. بس ايه الصح يا كابتن؟ بس هنا نقطه، ما هنا نقطه من اول السطر، لازم يكون درجه ثقافه اللعيب كافيه عشان يعرف يعمل عليك. حوار مع المدرب. برافو عليك. ما هو مش اي لعيب، ما هو مش انا مش في اي تيم ومع اي لعيبه هسمح له نقعد نتكلم ونعمل ديالوج. اوكي. لانه يعني لازم يبقى الافكار قريبه، لازم الثقافه تبقى قريبه. أوكي. في الاخذ والرد يبقى فيه قريب، لانه في الاخر محمد صلاح عارف حدوده بالظبط مع يورجن كلوب. لا هو في الاخر قال ايه؟ قال هو قراره. ما انا بقول انا هعمل، انا زعلان، انا بتاع، انا في، لكن هو في الاخر قراره. ما هو في الاخر قراره. وهو مش هيتعدى اللباقه وهو بيتكلم، او مش هيتعدى الخط. هو في الاخر في خط طبعا، في الاخر طبعا بين طبعا اي لعيب واي كوتش في خط. فاللعيبه في اوروبا عارفه الخط ده كويس جدا. اوكي. جدا. اللي ما بيعرفوش بيبقى في حته ثانيه خالص. على طول. هنا في مصر احنا محتاجين نعرف الخط لازم. بس ده بيتعلموه من هم صغيرين. ده بيتعلموه. انت لو شفت في الفرق مانشستر يونايتد مثلا او وات ايفر، الولاد وهم بيعملوا محاضرات نظري ويكتبوا اللي بيتقال من الكوتش عشان يذاكروه ويشتغلوا عليه، يعني اكنه بياخد حصه مثلا، درس خصوصي مثلا. أوكي. ولا درس في التاريخ ولا في الجغرافيا، بيكتب اللي بيتقال له علشان يذاكروا ويعرفوا ويشتغل عليه. لان دي بتبقى تعتبر بالنسبه بالمناسبه يعني دي تعتبر حصه تدريبيه. ما هي اسمها كده. هي حصه تدريبيه. أوكي. يعني البروجرام بتاعك فيه في الاسبوع 8 حصص تدريبيين، 7 في الملعب واحد نظري. فالدنيا الدنيا بكلمك بالنسبه للصغيرين مش كبار. بالنسبه للصغيرين عشان يتعلموا ازاي يتكلموا، ازاي يتعاملوا، نعمل ايه هنا او هنعمل ايه هنا، ده كلام كبير تاني. شايف اللي محمد صلاح فيه ده يا كابتن ده تفكير ولا ده مهارة ولا تفكيره مهارة ولا ايه؟ هو انت كنت قريب برضو من هو في الاول توفيق. توفيق انه ربنا اختاره هو انه يبقى موجود في الحتة دي. اوكي. ليه بقى اختاره هو؟ طبعا عند ربنا سبحانه وتعالى، بس احنا من الشواهد بنقول بعقلنا احنا تعب جدا، كان نشيط جدا، وكان عنده ارادة من حديد. ما انت عارف يعني ايه تيجي من طنطا للمقاولين العرب كل يوم وترجع. ده انا بقول لك انا بروح التجمع اتمرن الصبح وبرجع عايز انام 3 ايام. فانت يعني شوف قمه الاراده بتبقى عامله ايه. بالمناسبه دي بيفكرني بيا وانا صغير، كنت عندي 11 سنه واروح التمرين بتاعي في مدرسه نادي الزمالك. كنت اروح لوحدي. لوحدك؟ لوحدي. اوكي. وكنت مثلا وانا ببقى ماشي خارج من البيت ووصلت للشارع عند مستشفى المصريين كده، او في الموقف بتاع الاتوبيس عارفه، اول اتوبيس ما يلف وهيمشي اقول ده الاتوبيس واحد عشان هو ده اللي هيوديني، او جاري 100 متر سبرنت عشان الحقه عشان اروح في ميعاد تمريني. فعايز اقول لك ان هو ده اللي بيعمل الاصرار ده. زائد التفاهم بتاع والده.
ما هو وارد جدا والده يجي يقع في والد في اب بقى يقول له اقعد بقى بلاش وجع دماغ، انت ايه اللي هيوديني وارجع كل يوم؟ يا ابني عندنا شغل يا ابني ورانا. فهو مؤمن بموهبه ابنه وعايز ابنه يبقى حاجه كبيره. اوكي. زائد الاخلاص اللي موجود ده في الشغل. والناحيه الثانيه بقى اللي يقابلها الايمان بموهبه محمد صلاح من النادي اللي كان بيشتغل فيه، مقاولين العرب. دي من الحاجات اللي ساعدته كتير جدا كمان. طبعا. بالاضافه الى النقله الطفره الكبيره وجود المهندس شريف في الوقت ده. شريف حبيب. شريف حبيب. اوكي. لان المهندس شريف حبيب في الوقت ده عنده وجهه نظر، عنده وجهه نظر ان اللعيب ما بدل ما انا ابيعه هنا بمليون جنيه، طب ما انا ابيعه بمليون دولار لما يتسوق ويجيب لي. فدي برضو كل دي عوامل، زائد ان هو موهوب طبعا. يعني ربنا مديله. بس في ناس كتيره دايما تقول لك ايه ان محمد صلاح مش موهبه فلان او علان او يعني. ما الموهبه هنا الموهبه هنا مش يعني محمد مش صلاح حريف. محمد صلاح عنده نمره واحد عنصر السرعه، ده مش ده بيتولد بيه. اوكي. يعني مش كل واحد انا بطيء فعايز اتمرن عشان ابقى سريع، مفيش كلام ده. انت بتتولد سريع يا بتتولد بتتولد بسرعتك اللي ربنا مديها لك. انت توظف السرعه دي ازاي؟ توظفها ازاي؟ كلاعب وكمدربين وستاف اشتغل معاهم دي حاجات كتيره جدا، زائد العقليه اللي هو بيدير بيها نفسه. انا بشوف ان ده الاهم دي بصراحة. العقليه اللي بيدير بيها نفسه، فهو ادرجي في اداره نفسه وبعد كده سلم نفسه لحد بعد كده لما وصل لدرجه عاليه سلم نفسه لحد يدير له المشروع بتاع محمد صلاح. فمحمد صلاح بقى مشروع، يعني محمد صلاح مجرد لاعب كره قدم لا يعني. بقى مشروع خلاص. فادى المشروع ده لواحد يعرف يديره كويس عشان هو يبعد عن اي حاجه تانية ويركز في الملعب غير الملعب. يبعد عن كل حاجه حواليه ده سبب نجاحه غير الملعب. بالظبط كده بالظبط. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن